بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم، وكل عام وأنتم الأمة الإسلامية بخير وفي أحسن حال. وعندما يصبح الهدف أهم من النتيجة، والنتيجة أهم من البطولة، واللاعب أهم من الجميع، فلا تسألن عن مصلحة الكيان. إبراهيم، اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. حلقه اليوم الحلقه التي تحمل الرقم 677 من ملك وكتابه تاتي قبل ساعات من انطلاق مدفع الامساك. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى كل الشعب المصري والعربي باذن الله بكل خير. لكن مين الاهم من مين؟ أنا المشهد اللي قدامي والله ما أقدر أصدقه، ولا أقدر أصدق أن هناك من يحب الكيان الكبير نادي الزمالك فعلا يقبل بما يحدث على الساحة كده. أن إحنا عمالين نكبر في الرفايع على حساب الأهداف والغايات، وعمالين ندافع عن الخطأ عشان نبرر، يعني وكأن الغاية تبرر الوسيلة. وفي الاخر هي في الاخر يعني مساله ثقافه اتزرعت، ولا يمكن علاجها الا بمواقف جاده، لان مصلحه اللحظه لا يمكن تكون اهم من مصلحه يعني النادي الاهلي. اما تشوف اللي بيحصل عندك وتشوف اللي بيحصل قدامك تحس ان لازم الناس تفهم هو ليه الكيان ده ماشي. سيبك بقى من المظلوميه والكلام اللي بنبرر بيه أوضاع، لأن المظلومية مش في كل اتجاه، يعني بعدين في الآخر يقول لك أصل الأهلي مش محبوب من حد، وفي الآخر يقول لك كل الناس بتتحيز له، يعني منتهى التناقض الناس عايشة. خلينا نشوف محتوى الحلقة، لأن الحلقة دي بجد فيها أحداث خطيرة جدا. عشان كده فيها عنوان واحد بس يأتي في ظل هذه الظروف وهذا التوقيت: تعالوا نتحاسب قبل المدفع. كله إن شاء الله تعالى هيصوم، كله هيبدأ الشهر الكريم. نبدأ كده بداية طيبة فيها شيء من الصراحة والوضوح والحرص على المصلحة العامة. يا جماعة الرياضة، إحنا لسه الحلقة اللي فاتت بنأكد على الاحتفال باليوم العالمي للرياضة، بنتكلم على وزير الشباب والرياضة مع الكابتن محمود الخطيب، مع هيئة الأمم المتحدة، مع الاتحادات النوعية، الكل بيحتفل باليوم العالمي للرياضه من اجل السلام. وصلنا لكده. ده اللي انا بقوله، لما تشوف المشهد عندك انت عايش اجواء شكلها ايه؟ انت عايش بتحتفل بايه؟ بتكلم مين ومين بيكلمك؟ وبعدين من كام يوم او امبارح رئيس الجامعه الامريكيه عندك عشان في بروتوكول تعاون علمي الان يقتحم هذا المجال. المشروع التعليمي. مشروع تعليمي، انت بتفكر في حته وناس ثانيه عماله دخل عندك بتحفظ لعبتها اغاني السباب والتجاوز. هذا امر لا يمكن يكون بالصدفه، ده الناس جايه حافظه، والناس اللي جايه دي مش جمهور، ده لعيبه. ده توقيع البروتوكول التعاون بين الاهلي والجامعه الامريكيه، الكلام اللي انت وده اطلاع الاهلي بمسؤولياته، ازاي بينهض، ازاي بيرتقي باعضائه بجمهوره برسالته بدوره بمهمته في خدمة وطنه. عايش فلسفة تطوير مستمر عشان تخلق مواطن صالح. أيوة. من خلال الثقافة والرياضة والفن والأدب والتاريخ والتقاليد، وتدي له النموذج الطيب وتقاوم النموذج اللي بيغلط عشان تقومه. ده أنت لما هنيجي وإحنا بنستعرض الأحداث هتشوف بقى الأهلي بيعمل إيه في نفس اللحظة، بيتعمل إيه قدامه. والناس ترجع تقول لك المظلوميه والناس. وبعدين الاعلام، يا خبر ابيض على الاعلام. هل معقوله نوصل ان احنا نروج للخطا واحنا عارفين ان احنا بنروج للخطا؟ هنقول لك بالدليل ان احنا عارفين ازاي، ان البعض عارف انه بيروج للخطا وبيؤكده وبيصر عليه. المشهد اللي انت شايفه ده اعداد لكارثه، خطه كارثة. طبعا خطه لاعداد لكارثه. انت بيجي فرقه بتلعب عندك وفي ملعبك وفي اوضه لبسك مش بتحتفل بانها حققت حاجه نختلف عليها، هي من حقهم ولا لا؟ لا، دي جاي حافظ اغاني يسبك جوه ناديك. لو انت رحت عملت كده هناك تفتكر لعيبه الاهلي كانت ممكن تخرج من النادي؟
مستحيل. طبعا صحيح. لكن سب والفاظ واباحه وبجاحه وقله ادب متناهيه، الاطمئنان ان الاهلي مش هيعمل حاجه، هيحمي لعيبتك حتى لو غلطانين. الاطمئنان لنظام الاهلي هو مجرأ الناس. لكن هل ده ضعف؟ لا، ده منتهى القوه. طيب. لان والله سرعان ما سيدرك الانصار قبل الخصوم ان هم كانوا بيفكروا غلط. بص يا جماعه، علشان تبقى الدنيا واضحه شويه، امبارح الاهلي والزمالك بيلعبوا مباراه بطوله 99، اتعملت قرعه. اولا البطوله دي عشان نحطكم في الصوره من بدايتها، محدش يقول مين صاحب حق ومين هي المواجهات المباشره ولا غيره. خلاصتها يمكن المهندس احمد مجاهد لخصها في حته، قالك هي بطوله اصلا ملهاش لازمه. كانت الفكره معموله على اساس انه مفيش بطوله ل 99، السن ده ملوش بطوله السنه دي. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي طلب يتعمل بطوله ل 99 ويسمح باثنين او ثلاثه لاعيبه ل 97 عشان المنتخب الاولمبي. اذا بطوله ليها لازمه. اوكي، بقت بطوله فنية. طبعا انا ما احبش التعليق ده يتقال. لا، هي لكن ملهاش جدوى في نظام البطولات بالظبط. جيت لعبت انت، قسمت لثلاث مجموعات واتقال ان اول ثلاث فرق في كل مجموعه هيصعدوا. صعدوا. حصل قرار من لجنه اداره الازمات في مجلس الوزراء بايقاف كل مسابقات الناشئين، فتوقفت البطولات. اتحاد الكره لما حب يرجع على اللائحه القديمه اللي هي البطوله لسه ثلاث مجموعات وهتطلع التوالت بتوع كل مجموعه، يعني هتبقى في الدوره النهائيه تسع فرق، لقى نفسه ما عندوش وقت، فقرر اذ فجاه يلعبها من دور واحد عشان مجلس الوزراء اقر بعوده النشاط تاني. فلما رجعت نقف اسلوب هنا، ده بينسف كل النظام السابق، انك داخل المسابقه على لائحه ونظام معين. انت دلوقتي بتعمل مباراه زي مهرجانيه لاعداد المنتخب الاولمبي وما عندكش وقت تقدر تلعب دور كامل نظامك بالظبط اللي ابتديت بيه. فخلاص النظام الاستثنائي ان احنا هنلعب بهذا الشكل من دور واحد. فضلت ماشيه البطوله. لما الاهلي بيلعب الزمالك امبارح، اتحاد الكوره الثابت عنده انه في حاله التساوي في النقاط يحتكم للنتيجه المباشره زي ما قالها الاستاذ اسامه اسماعيل، وزي ما اتحاد الكوره بالمناسبه نفذ نفس المعيار في منطقه القناه. الاسماعيلي اعتقد وفايد تساوي فاحتسب المواجهات المباشره. لكن ما علينا، في الاول وفي الاخر دي بطولة ناشئين بيقرها الاتحاد بينظمها الاتحاد. الاهلي فاز 2-1، الاهلي بيحتفل في الملعب، الزمالك احتفل في الملعب. الزمالك بيحتفل استنادا الى فرق الاهداف، والاهلي الى قرار اتحاد الكرة بانه المواجهات المباشرة. لغاية كده مفيش مشكلة، كل واحد يحتفل براحته وفي الاخر الاتحاد يقرر. المصيبة والكارثة اللي المهندس عدلي اشار لكم اليها اللي حصل جوه اوضة اللبس. جوه اوضه لبس النادي الاهلي. ايوه، النادي الاهلي يسب رموزه وقياداته وتاريخه واعضائه وسمعته وقيمته وزمايلهم اللي كانوا بيلعبوهم من شويه، من لعيبه اللي كانوا بيلعبوهم واللي جزء منهم هيزاملهم في المنتخب الاولمبي. انت متخيل ان ده لاعب في المنتخب الاولمبي بسلامته المفروض يكون موجود في طوكيو نحلم معاه بميداليه، يقود اوركسترا في السباب والشتائم والالفاظ اللي يعني اي حد من حضراتكم لو سمعها في الشارع هيتضايق، لو سمعها في اي منطقه ما فيها انفلات هيتضايق. ده يحصل جوه غرفه ملابس داخل النادي الاهلي. كانت النتيجه او كان التخوف زي ما المهندس عدلي اشار، طب لو حصل احتكاك ايه اللي ممكن يحصل؟ عشان نشوف احنا حجم الكارثه اللي كنا داخلين عليها. لعيبه في السن ده داخل اوض لبس النادي الاهلي بتشتم النادي الاهلي وتاريخه ورموزه والراحلين واللي موجودين والحاليين والسابقين بالفاظ يعف اللسان عنها، وما اعتقدش حتى اي حد من حضراتكم في اي مقطع على اليوتيوب بيقدر يكملها. ما حدش يقدر يتحمل سماعها. النادي الاهلي بعتها لاتحاد الكوره وبعت بيان معاه
قبل ما نقرا البيان يا استاذ ابراهيم، عايز اتوقف عند حاجتين مهمين جدا. هو احنا فلسفتنا ايه في قطاع الناشئين؟ النادي الاهلي نفسه بيحاسب قطاع الناشئين على ايه؟ هل بيحاسبه على البطولات ولا بيحاسبه على عدد اللاعيبه المهيئه انها تلعب بالفريق الاول ويكونوا على مستوى المنتخبات القوميه؟ ده المين تارجت او الهدف الرئيسي بتاعنا. ايوه. عمرنا ما وقفنا وقلنا احنا ابطال بطوله كذا. ها؟ ايوه. لان عندنا لان لو الهدف البطوله احنا ما نعيرش حد. انت عندك اعارات يا استاذ ابراهيم ها؟ كانت تعمل لك فريق لا يمكن الاقتراب من حيط. انا هقول لك افكرك انت وانت انت كنت يعني مشرف على فكره الاعارات والتحريك بتاعهم. طبعا. بس هقول للساده المشاهدين، الاهلي كسب 2-1، بس كمان الاهلي ناقصه العناصر اللي انتوا هتسمعوا اسمائها، اللي كلهم نجوم دلوقتي في الدوري الممتاز، اللي اعارهم الاهلي من فرقه 99، عشان تشوفوا حجم القوه بتاعت الفرقه. عمار حمدي في الاتحاد السكندري، احمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمد شكري في سموحه، صالح نصر في وادي دجله، زياد طارق في الاسماعيلي، فارس طارق في المقصه، عربي بدري في الجونه، محمد فاخر وشادي رضوان في البنك الاهلي. وفي ماتش انبي الاسبوع اللي فات، وزياد في الاسماعيلي، وزياد ما انا قلت لك زياد طارق في الاسماعيلي، وماتش انبي اللي فات علشان الاحتجاج من لعيبه الاهلي على الحكم اتوقف 2 لعيبه. يعني عندك 10 لعيبه معارين واتنين لعيبه موقفين. الاهلي بيلعب ضد الزمالك بدون 12 لاعب معظمهم نجوم في الدوري دلوقتي، زي عمار وزي شادي وزي احمد عبد القادر وعبد المنعم وغيرهم. ومع هذا الاهلي فاز. والزمالك داخل الملعب وداخل النادي الاهلي ما حصلش ابدا اي اساءه واي شيء يعكر صفو استقبال فريق الزمالك الشقيق داخل النادي الاهلي. ما سمعناش اي شكوى من مسؤول الزمالك على انه في سوء استقبال او في اي تحامل او في اي سوء معامله على الاطلاق. اللي حصل علشان يحدث هذا الانفلات الغريب. طب نرجع برضه، انا كنت بقول لك انا عايز اتوقف عند حاجات مهمه. انت قبل المباراه دي انت ذكرت ماتش انبي. اه. عنصرين من عندك اتوقفوا. وانت كنادي اهلي اتخذت قرار بايقاف عمرو انور المدير الفني للفريق لتجاوزاته بعد المباراه. انت او للشروع في التجاوز. انت كمان استدعيته للتحقيق في النادي؟ فين؟ قبل ما حد يعمل اثناء المباراه. آه. يعني اثناء ماتش الزمالك، الماتش الساعه 1 الظهر امبارح في نفس التوقيت او قبل منه بنص ساعه كان عمرو قدام لجنه التحقيق. والمساعد بتاعه اللي ادار المباراه. هو هنا يا استاذ ابراهيم المعنى اللي انا بتكلم عليه. انت مش عايش فيلم فودي عشان البطوله بعدين نتحاسب. اتحاد الكوره خد القرار الفوري. ماتش انبي كان قبلها بكام يوم اتوقفت لعيبتك. النهارده أنا عايز أعرف القرار هيتاخذ في ما شاهدناه. على فكرة مش إمام عاشور، ده فرقة، ده فرقة، فرقة بتشتم. طب الفرقة جاية تعمل إيه؟ هل بتشتم بشكل عشوائي؟ لا، أغاني، وأنا جاي مبيت النية ومؤلف أغاني وحافظها بشكل جماعي مش من الجمهور، من اللعيبة، عشان أعمل هذا الأداء. هو مسألة مدبر إليها. روح النادي الاهلي واعمل كذا كذا، كسبت خسرت اعمل. كان الشتيمه دي هتحصل. هتحصل. لانه خسر وحصلت. اه. واخد بالك؟ اه. فسرتها انك انت اللايحه في صالحك، والاهلي فسرها ان اللايحه في صالحه. اتحاد الكره قال لك مباراه فاصله. هل هذه البطوله دي يعني انت هتطلع تلف تقول بيب بيب في الشوارع؟ كنا عملناها السنين اللي فاتت. ما احنا ابطال النسخه الاخيره. ما حدش يدي الامور اكبر من حجمها الا فاقد الشيء. اما تعظم الحاجات الرفيعه يبقى انت المين اوبجكت بتاعك او الهدف بتاعك مش عارف تقربه. مش عارف. فتبتدي تقول ايه؟ جون شيكابالا عكنن عليهم البطوله اللي احنا رحنا بيها كاس العالم وخدنا ثالث العالم، بس متضايقين جدا من جون شيكابالا. يعني يا ريتنا ما خدنا البطوله. يا ريتنا ما رحنا كاس العالم بس شيكابالا ما كانش حط فينا الجون ده.
هو البحر اللي عايزين يصدروه. واخد بالك؟ وتعيش الفيلم، فيبتدي يتصدر ان اللعيب وادائه يعني برضه لما خرجوا قدام في دوري المجموعات بنتكلم على الجولين اللي شيكابالا جابه، الجول التاني جابه شيكابالا، ويبتدي يقول لك في التشكيله الاحسن. يا جماعه في هدف، انت لازم تبقى متضايق من جواك على ان ده الوضع بتاعك. مش نقعد نبص على الجون الحلو اللي جه والاداء الحلو اللي جه اللي ما بتفتكروش غير لما بتخسر، لانك لما بتكسب بتقول مش مهم الاداء خالص. لما بتكسب بضربات الجزاء ويبقى الاهلي مسيطر وعامل كل الارقام كذا. وده قضي بقى انك انت عايش في جو لا مش طبيعي، في حاجه في المناخ الكره ومش طبيعيه. ايه اللي الدنيا بتمهد له؟ يطلع عضو مجلس شعب ما اعرفش سابق ولا حالي يقعد يسخن على الاهلي ويذكر بمذبحه بورسعيد والخلاف مع الاسماعيلي وان الاهلي هيتعرض لهذا الامر مع الاتحاد السكندري. هل ده عشوائي ولا بيقول لك ان في حاجه؟ اللي يقول لك او يقلقك ان لا يتوقف احد امام ماذا ما يحدث. ايه بنجهز لايه؟ في حد بيجهز لحاجه. ان انا لما في الباسكت بول يخش نفس الشتايم والاغاني دي على فكره هي اللي اتقالت في مدرج الباسكت. طبعا. ويطلع اولياء الامور يقولوا انتوا استدرجتوا اولادنا وسبتوهم، اولادنا اتقبض عليهم لان وحددوا. احكي لنا بقى حددوا المدرب اللي قال لهم يدخلوا. حددوا وكاتبين شكوى رسمي بيقولوا احنا اولادنا تعرضوا لكمين وخدع. مدرب وزوهم يدخلوا عشان يبوظ الماتش قبل الماتش. يعني الماتش عندك بقى العكس بقى. الماتش عندك وبرضه بتغني قبل الماتش، لا في نتيجه ولا في حاجه، والاهلي قاعد بيعمل كده تشتم نجوم. تخيل ان الكابتن حسن حمدي يتشتم من واحد يمكن من سنتين كان لو قابل الكابتن حسن حمدي ما كانش عارف يجرى له ايه. وبعدين كابتن صالح اللي ما فيش زملكاوي وما بيحبش الكابتن صالح الا مجموعه قررت ان تسيء للكابتن صالح نكايه في الاهلي. ودي ثقافه ابتدت انت عارف من مين. النادي الزمالك لما يتخلص من هذه الثقافه لانها اتزرعت جواه من خلال القيادات التي قادت النادي الى انه يحتضن هذه الافكار. الموضوع مش موضوع يا جماعه اهلي وبطوله، الموضوع اكبر من كده. طيب انت طول ما انت بتفكر بالطريقه دي هتعالج عيوبك ازاي؟ انت رميت خلاص على المؤامره ورميت خلاص على اتحاد الكره اللي كل الشواهد بتقول ان اذا كان في حد بيتجامل في مصر ومحتضن في مصر وبيتلم وراه من مشاكله وحلول ازماته انت، مفيش غيرك. انت اللي بتدفع لك فلوس، انت اللي بتسدد لك غرامات دوليه، انت اللي بتاخد رخصه وانت لا تستوفي شروطها، انت انت انت. لكن على طول مفهم الناس ان ده بيحصل في حته تانيه. طب انت وصلت ان مش مهم البطولات بقى. لما يتقال مش مهم الباسكت ومش مهم الكوره ومش مهم ايه، بس نقف نغني ونشتم الاهلي ونشتم، لان ده منتهى التملق لمشاعر جزء من الجماهير. انت رايح وتتخلي عن دورك ورسالتك. هل جماهير الزمالك كلها مبسوطه من اللي بيحصل؟ جماهير الزمالك استفادت ايه؟ جماهير الزمالك عايزه بطوله. بالظبط. لا، عايزه اداء، عايزه تشوف حاجه محترمه، عايزه تفرح بفرقها، عايزه تشوف حاجه محترمه. لكن شايفه ناس ماشيه شغله نفسها بالتطوير والانتقال من المرحله المحليه للاقليميه الى الدوليه الى التعليم الى الموسيقى الى الفن الى، وعندك كورال بيغني وعندك باليه بيعمل وعندك اوبرا بتغني اناشيدك، عايش هذه الاجواء النقيه اللي تطلع مواطن صالح، وانت عمال تغذي 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 في جيل طالع انك انت احسن واحد في الدنيا لولا لولا لولا. فتكون النتيجه ان لعيبتك نفس لعيبتك مش جمهورك بي 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 يعني وصلوا ان على طول على طول على طول انت مركز التجاوز عندنا في لاعب. لكن شوف انت ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل في كل مباراه باسكت اند بول. ولو ما كسبش ماتش الاند بول هيحصل ايه؟ ولو ما كسبش ماتش الباسكت بول هيحصل ايه؟ الفولي فيه استسلام خلاص، عارفين الفارق الكبير.
أنا بقول هذا الكلام وبطول فيه لأن هذا المشهد إذا مر لابد وفورا نعرف نتيجة الكلام ده إيه. وكنت أتمنى أن يبدأ نادي الزمالك من هذه النقطة. ما عندكش حد يقدر يقلب الدنيا غير أنك اللي يقلب الدنيا قرارك أن تنتصر للصح وتنتصر للقيمة وتنتصر للمبدأ. أنا ما بقولكش ما تدافعش عن ما تتصارع حق لك في الحصول على البطولة، اعمل اللي أنت عايزه، لكن لا يمكن يكون حقك أنك تروح تشتم النادي ورموزه وزمايلهم لعيبه مش عارف ايه ولعيبه ايه ولعيبه واللون الاحمر ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا جايين جاهزين بيه ده؟ وليه؟ ايه ده؟ وانت بتجهز لاعب بعدين يكتب لك واحد ناقد رياضي زي الاستاذ شادي عيسى فخور جدا يقول لك امام عاشور سيصبح هو المكروه البديل عن شيكابالا عند الاهلي، وكان هذا هدف وكان هذه بطوله وكان هذا هو ده شوف عيد ده يعني انا ممكن اعمل لك 10 في النادي الاهلي كده بس انا هخسر النادي الاهلي وهخسر تاريخي وهخسر اهدافي وهنشغل بحاجات تانية. انت متصور ان دي ليه في مصلحه الزمالك انك تجهز بديل عن واحد مكروه عند جماهير الاهلي؟ هو ده هدف اصبح النكايه واغاظه الجماهير. انا هنا بقول لما يحصل حاجه مش عايز جمهور الاهلي يحفل على الزمالك، ما تضيعوش وقت اكتر من كده في كلام سلبي، خلونا نشوف اسباب التفوق وننطلق بيه. انا قلت اللي عندي. طيب المهندس عادلي قال اللي عنده، هل الاهلي قال اللي عنده؟ الاهلي ناوي يعمل ايه في المشكله ديت بعد الفاصل؟ اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اشرنا قبل الفاصل الى انه المباراه مباراه ناشئين، لكن بعد اللي حصل الاهلي قرر ايه؟ مبدئيا فيما يتعلق بواقعه المباراه كمباراه او كبطوله ومين اللي احق بيها؟ كابتن محمود الخطيب، وده العمل المؤسسي بقى المنضبط، طلب من اللجنة القانونية في النادي دراسة الموقف كاملا وفقا للوائح المتاحة والخطابات المتبادلة والمراسلات اللي من الاتحاد والنظام اللي صدرت به البطولة وإعداد والقواعد السابقة كل الشكل القانوني الكامل. كلف الشؤون القانونية في النادي تدرس الموقف عشان لما النادي ياخد موقف ياخده بناء على أسانيد قانونية سليمة، مش كلام انطباعي لا مكايدة ولا معايرة ولا كلام فارغ، مع الاطمئنان من الناحية الفنية انك انت اصلا بطولة او فرقة 99 عندك 10 لعيبة معارين واثنين موافين، يعني عندك 12 لاعب اساسي انت بتلعب من غيرهم وبتكسب ومفيش لاعب من الدرجة الاولى لعب معانا اظن، وما نزلتش حد من الدرجة الاولى يلعب معاك. لكن بعد اللي حصل من الناحية الفنية او ناحية البطولة خلاص الامر الشؤون القانونيه بتدرسه، هترفع تقريرها للجنه التخطيط في النادي ولجنه التخطيط هتعرض الامر على الكابتن محمود الخطيب كمفوض من مجلس الاداره بالاشراف على الكره لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. والاتحاد الكره حدد 20 ابريل مباراه فاصله في السكه الحديد الاهلي والزمالك. اللي هيحصل بناء على الخطوات القانونيه اللي انا قلت لحضراتكم عليها. ممكن نقف هنا لحظه؟ بس كل حاجه ليها علاقه بالثانيه. انت المفروض ان يوم 18 فيه مباراه بينك وبين الفريق الاول اللي نادي الزمالك، ايوه هتلعب مباراه يوم 20 فاصله في ظل هذه الاجواء الملتهبه الساخنه اللي مش عارفين لسه تداعياتها هتزيد، لان واضح ان في نيه للتصعيد. طيب لسه مصر يوم 18 على التحكيم المصري في ظل هذه الاجواء؟ الغريب الاتحاد مصمم. ما هو ده يعني انا عايز اقول يعني الاتحاد انت والنادي اعلن موقفه وبعته له. يعني طيب انت مصمم هنا وبعدين هتلعب بعديها ماتش كل الانظار ايا كانت النتيجه، كسب الاهلي خسر الاهلي، كسب الزمالك خسر الزمالك، اتعادلوا، هيبتدوا يدوا اهميه مش مبرره لمباراه الناشئين وممكن تشوف فيها حشد لنجوم كبار حط تحت دي ثلاث خطوط يعرفوا يغوصوا اكتر من امام، يعني المساله هتبقى متاخده في سكه. انا بس عايز حرصي على رساله الاتحاد ونجاح الاتحاد وعلى يعني ما اعلمه من قدرات احمد مجاهد واللجنه اللي معاه، ادرسوا الموضوع كويس. المسألة مش عايزة تتاخد من مين يمشي كلمته، أنت اللي هتمشي كلمتك في الآخر، خلي بالك، واللي مش هيسمعها عندك الآلية تقدر تعمل اللي أنت عايزه.
لكن هي مش كده، هي ما نقدرش حدثين سخنين في يومين ورا بعض 18 و20 لان الحدث الثاني ده هيبقى سخن برضه الموجه دي. يا طب طيب يعني و10 مايو ماتش العاوي ماتش الدور الثاني هيبقى عندك 20 يوم أوه. ماشي، هل الناس هتكون حصل ايه في ال 20 يوم دول؟ هيبقى في مؤجلات اتعملت وما احناش عارفين ترتيب الدوري ساعتها يعني هيمشي ازاي. انا رايي ان احنا كل الناس تقعد تعيد ترتيب الافكار والاوراق من جديد وتتخذ القرارات اللي في صالح الوطن في هذه المرحله. والله العظيم ثلاثه كره القدم ينبغي ان تكون اخر الهموم اللي تشغلنا. بلدنا محتاجه ان احنا ما نفتعلش هذه الازمات الغير مبرره، محتاجه للحمه داخليه كلنا ورا قيادتنا. احنا داخلين على تحديات يا جماعه، الله يكون في عون القياده بتاعتنا. يعني انا مستغرب رئيس السيسي ده لو مستنسخ اربع خمس نسخ منه عشان يمشي في كل الملفات بالطريقه دي يعني. فعايزين نساعد، ابسط حاجه ساعد التهدئه، السلوك الطيب، الإدارة الحكيمة من الاتحادات المسؤولة. أنا مش هقدر أخش في تفاصيل. طيب برضو بشيء من الانضباط والحرص على الحقوق بشكل واضح وحاسم، لأن الناس الجمهور بعد اللي حصل من انفلات من هذا اللاعب والفرقة اللي معاه بدأ الكلام، طب هو الأهلي ساكت ليه؟ لا، الأهلي ما بيسكتش، بس الأهلي ما بيشتمش، والأهلي ما بيتجاوزش، والأهلي ما بيغلطش، لكن بياخد حقه التالت ومتلت وفقا للأطر القانونية السليمة. قرر النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم تم إرسالها بالفعل، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديم بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دور الشباب اللي أقيمت بملاعب الأهلي في مدينة نصر أمس. أرفق الأهلي بشكواه في الأشاد تضمنت خمس فيديوهات للاعب إمام عاشور وزملائه وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره. جاء في الشكوى أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم وكذا لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة. تضمنت الشكوى أيضا أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام هذا اللاعب وزملائه بهذه التجاوزات وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي وكيل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون، خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أي أحداث عارضة وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية، لكن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي الكابتن وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض، وقامت لجنة الانضباط والأخلاق وقتها بإيقاف عاشور 10 مباريات عقب هذه الواقعة التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر. وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبة السابقة. بص أنا نفسي جدا جدا أن يدرس إمام عاشور، اللاعب إمام عاشور، هل كان بيعمل كده هو في نادي المحلة؟ هل كان بيعمل كده هو في نادي حرس الحدود؟ طيب إذا كانش بيعمل كده وكان منضبط، إيه اللي حصل له لما اتنقل لحلمه الكبير وأصبح في أحد قطبي الكرة وعنده فرص إن الناس تشوفه في أعلى المستويات وأعلى الاحتكاكات؟ إيه اللي حصل له؟ مين اللي فهمه ان ده السبيل الوحيد انك تاخد شعبيه تفرضك على الملعب؟ ولا يدهشك يا استاذ ابراهيم ان هو عوقب ونزل
يتمرن مع الناشئين هو زميله احمد عيد، خلاص عقوبه بمجرد ما سب الاهلي ورقصه على شباب الاهلي يترفع الايقاف عنه، يترفع الايقاف عنه وكفى. يا جماعه ايه الرساله اللي عايزين تعلموا بيها الناس؟ ايه الرساله عايزين توجهوها للوسط؟ ايه الرساله؟ هو لم يستوفي العقوبه، ده انت كفئته وكانه يعني كان مطلوبا منه ان يفعل. طب ما هو لازم هيعمل كده، انت حط نفسك لو انت مش فارقه معاك يعني، انما احنا ممكن تبقى فارقه معانا، لا مش هعمل الغلط، لكن هو مش فارق معاه. انا كل اللي يهمني دلوقتي الناس دي بتحب كده هعمل لها كده اللي هي عايزاه. في جزء من الجماهير بيحب كده، لا ده انا ده انتوا حبايبي هديكوا من ده واكتر، يوم يجد مسانده اداريه من اداره فرقته ومسانده اعلاميه من اعلاميين يبرروا. قال الاستاذ عمرو الدرديري يقول لك اصله تشوفه، اشوفه الاول عشان الناس تشوفه معانا. طب نشوف ايه تبرير الزميل عمرو الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن واقعة امام عاشور. امام عاشور الحقيقه في عندي شريط فيديو بدون اي مناسبه شارك الحقيقه في خلال قمه الشباب، وبعدين عندي شريط فيه سباب لرموز الاهلي بدون اي معنى. ايه الحكايه يا استاذ؟ ايه الحكايه يا استاذ عمرو؟ الحكايه انه نادي الزمالك تعرض لظلم. اللائحه اللي بعتها اتحاد كره القدم يا استاذ سيد من اول الموسم لبطوله الناشئين بتؤكد ان النتيجه تحسم في حال التعادل فارقين في عدد النقاط اللجوء الى الاهداف فارق الاهداف. فوجئنا ان اتحاد الكوره بعد نهايه المباراه عمل لائحه جديده مع نفسه واعلن فوز الاهلي، ثم رجع وقال لك مباراه فاصله، فده خلى لاعب زي امام عاشور يخرج عن النص. شيء عظيم جدا جدا جدا. الكابتن امام عاشور اللي بعد لحظات ودقائق من نهايه المباراه وقف يتغنى بسباب الاهلي ويحتفل بفوزه بالبطوله، ما عندوش اي نتيجه تانية. اتحاد الكره ما كانش خد اي قرار لسه. اذا هو كان حاسس بالظلم اللي هيجي بعد خمس ساعات. يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو خليك انت راجل فاهم والله، خليك انت واقف تحاول تصوب الخطا. دورك ان تحاول تصوب الخطا. لما الكابتن امام عاشور غنى هذه الاهازيج والاغاني المخله هو وزملائه كان بيحتفل بالفوز، ما كانش بيحتفل بالظلم. ما كانش في ظلم لسه بالنسبه له سمع عليه. فانك تقول عايز الدليل بالرقم؟ قول. المباراه كانت الساعه 1 انتهت 3 الا ربع. اللعيبه احتفلت في الملعب لدقائق ثم دخلوا اوض اللبس. يعني الفيديو المشين اللي فيه كل هذا القرف من الهتافات كانت تقريبا 3:30. الزميل اسامه اسماعيل في اول ظهور على المواقع هو المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكوره ده بعد الاحداث ما حصلت الساعه كام بقى عشان تشوف الصوره؟ الساعه 4:58 دقيقه، يعني الساعه 5. القرار الرسمي طلع 7:15. يعني الراجل ده كان حاسس بالظلم الساعه 3 ومستشعر اللي الاتحاد هيطلعه الساعه 7:30. طيب انت الاتحاد هيظلمك. طب بتشتم الاهلي حتى لو طب انت مالف اغاني تحسبا ان تظلم فبتالف اغاني على صالح سليم اللي ملوش دور في ظلمك. يعني الراجل يعني توفاه الله قبل يمكن انت ما تتولد. بقاله كام سنه دلوقتي؟ 2002 كان صالح 2002 وده عيل مواليد 97 تقريبا ولا 97 او 98 يعني كان بيرضع. يعني انت ما حضرتش. انت بتشتم واحد ما شفتوش، بس قطعا اتحكى لك عنه لما كانت بتيجي سيرته ازاي الراجل ده كان محل تقدير واحترام كل الناس. فانت يعني غريبه جدا انك يا استاذ عمرو ان تبرر الامر على هذا النحو. يعني دي شويه فاتتك يعني. يا جماعه دي مسؤوليه، صدقوني دي مسؤوليه. المهندس عدلي اشار في الاول الامر كده فيه كارثه. انتوا متخيلين ان دول ناشئين؟ بجد دول ناشئين، دي لعيبه تحت السن. اللي بيشتموا دول
مش جماهير، الجماهير بنقول ثقافتهم وبنقول النادي مش مسؤول عن اللعيبه والنادي ملوش علاقه بالجمهور والنادي هيعمل ايه للجمهور، واحد يطلع يقول لك دي قله مندسه ودي ناس من نادي تاني جت عشان كان تشتم. زمان كان زمان قبل ما يلاقوا ان الفكره حلوه قوي. اه قله مندسه ايه؟ ده القله المندسه بقت على الشاشات. بالظبط. يعني لو ده الجمهور بيشتم هيتقال كده. طب دول لعيبه. لعيبه بتمثل نادي ونادي عظيم ونادي كبير. وجايه في النادي الاهلي عشان تعمل اللي عملته. لو الاهلي من اي لعيبه تانية او من اي نوعيه تانية العيال دي ما كانتش خرجت، صدقوني بحجم التجاوزات والاساءات اللي صدرت. لكن عايزين تعرفوا انا ليه بقول لكم الرياضه مسؤوليه. مسؤوليه بجد، مش كلام فارغ، ومش محاوله البحث عن اي تبريرات او تفسيرات لكارثه زي كده او انفلات سلوكي بالشكل ده. النادي الاهلي والشي بشي يذكر بقى. النادي الاهلي 2004، مارس 2004. الاهلي مستضيف الزمالك في مباراه كره السله. الاهلي والزمالك في كره السله. في صاله عبد الله الفيصل في النادي الاهلي. كابتن لا طايره اظن لا لا سله. لا كابتن ايمن رشدي كابتن النادي الاهلي في الكره الطايره. جاي يحضر ماتش الباسكت. جمهور الاهلي متعلق بايمن رشدي. وكان وقتها خدوا بالكم حاجه، ايمن رشدي افضل ضارب في مصر وافريقيا، وساعتها كان واخد احسن لاعب في افريقيا 3 سنين ورا بعض، وكان عنده دايما وابدا عرف كل مباراه يجيب ابنه الصغير ويحتفل بيه مع الجمهور، فبقى عنده علاقه طيبه مع الجمهور. جمهور الاهلي بتاع الباسكت لما شاف ايمن رشدي داخل الصاله هيص له جامد، قام جمهور الزمالك شاتمه جامد وشتمه بالاب والام. الغلطة من أيمن رشدي، وهو بقول لكم ده بيبو كرة الطايرة وقتها، راح رايح شاور لجماهير الزمالك إشارات وحشة، شعللت الدنيا، اتشتم بوالده، ووالده كان بيعاني في المستشفى، كان عنده جلطة فاتضايق أكتر فشتمهم. الأهلي عمل إيه؟ بقول لكم أيمن رشدي أحسن لاعب في أفريقيا 3 سنين ورا بعض. أخذ الأهلي قرار في مارس 2004 بشطب أيمن رشدي. إنك أنت لاعب ما يصحش تروح تشتم جمهور فريق منافس. هو كمان خاصة إن المسؤولين حاولوا ردعوا. تعالى يا أيمن. كابتن سمير عبد الرب الله يرحمه. تعالى وابعد فما امتثلش. برضه عشان الواحد يعني يقول إن كان في إصرار على ارتكاب الخطأ. النادي الأهلي ما قبلش هذا لأنه عنده فرقة عنده رسالة. ما هو يا عندك رساله يا ما عندكش رساله. اذا كانت رسالتك انك تعيش الناس انك مظلوم خلاص دي بقت رساله وبقت ثقافه، انت حر بقى في نفسك. ما تلومش حد. لكن والدليل على كده انك اصبحت ده اجمل جون، ده الجون اللي غايز، ده اجمل نتيجه، دي النتيجه اللي غايزه، دي اجمل. يعني السنه اللي فاتت الزمالك يكسب الاهلي في مباراه شهدت ظلم تحكيم ووضع النادي الاهلي، ها؟ وتفوق كاسح من الناحيه الفنيه للنادي الاهلي، والزمالك كسبها 3-1. ايوه. ولكنها لم تؤثر على اي نتائج، بالعكس. النادي الاهلي خد البطوله وكمل بطوله الدوري وكل حاجه. ورغم هذا احتفلوا كان البطوله دي هي البطوله. ماشي، انت حر اعمل اللي انت عايزه. لكن وانت بتعمل اللي انت عايزه مالكش دعوه بالتاني. لا، ما تقدرش تجاز في حقي واقول لك اعمل اللي انت عايزه. مش ممكن. لان احنا لو سيبنا الجمهور تخلص مع بعضها حساباتها مصيبه. طبعا دي المصيبه بقى. طبعا يعني احنا لولا جمهور الاهلي شاف ان الاهلي بيتولى بطريقته المحترمه الدفاع عن حقوقه، وشاف نتيجه الخبرات انه مهما طال الزمن الاهلي بياخد حقه في الاخر. فما مش مستدرج لحد النهارده في هذه الامور. لكن الى متى هيفضل اللاعب كل همه انه في قطاع من الجمهور يحبه باي طريقه، فلما يلاقي ان شتيمه المنافس هي الطريقه يشتم المنافس. ولا تصدق ان الزمالك في قلب حد من دول. كل اللي بيشتموا الاهلي النهارده اللي قعدوا 6 اشهر في الزمالك، اللي قعدوا سنه في الزمالك، اللي يعني هات لي يعني نقول لهم واحد واحد. هيثم السعيد، احمد عيد، شوقي السعيد. هيثم السعيد؟ هيثم فاروق تقصد؟ اسف، هيثم فاروق. هيثم فاروق،
وكل دول عقودهم معاك انت. لا يعني بصرف النظر لا شوقي لا انما ال ال كل دول اسامه حسن يعني مش هم اللي عملوا تاريخ الزمالك. هم لعبوا لفترات. انت شوف الزمالك الاصلة اللي زي مثلا كابتن حسن شحاته وكابتن حازم امام. شوف انت شوف كابتن حلمي طولان، شوف كل رموز نادي الزمالك، ايمن يونس غيره، نجوم محترمه لا يمكن تسمع منها حتى غلط. حتى لو جت لحظه بما فيهم الكابتن ميدو السخن اللي ساعات تطلع منه تصريحات، لكن في العموم تصريحاته رياضيه ومفهومه. بيطلع منه ساعات كده كلام انا اقول مش من قلب، يعني هي لحظه انفعال. تاني يوم تلاقيه بيصوب وبيصلح ويمشي صح. القصه يا جماعه ان في ناس مستنيه منك يا اخي قول لها الحقيقه، بلاش عايز تقول الحقيقه، ما تقولش غير الحقيقه. ما تقولش غير الحقيقه. طب ولما رئيس اتحاد الكوره يسال عن اللي حصل، البطوله تتحسم ازاي؟ نشوف راي المهندس احمد مجاهد في صدى البلد. اللي كان موجود منشور قبل ما اللجنه تيجي اللي هو كان في نوفمبر، ايوه، بيتكلم احنا مسابقات الاتحاد منذ سنوات هي بالمواجهه المباشره. البطوله بتحدد والصعود بيحدد بالمواجهه المباشره. تمام. لكن الفكره كلها ان مساله اللي الناس بتتكلم فيه اللي هو البند الثالث اللي هو ده بالنسبه لتحديد الترتيب العام. اللي هو بيتكلم عن الاهداف. لكن واللائحه كانت بتتكلم في البدايه في نوفمبر في عدم في حاله عدم اكتمال. تمام. المواجهات المباشرة بنعود للبند اللي هو بتاع الأهداف ده كله كان بيتكلم على أن دي مسابقة ولم تكتمل، أما وأن اللجنة منذ قررت الدوري من دور واحد وقررنا الاستكمال من دور واحد، فتقرر النهاردة كان باجتماع كامل أن عندما تساوى فريقي الأهلي والزمالك في 2001 خلاص بالتساوي انا العب الماتش الفاصل، لان المشكله ان احنا لما عملنا دوري من دور واحد ما حددناش ملاعب محايده، ان احنا كنا بنكمل المسابقه وخلاص. تمام. فده هيقول بقى الاهلي لعب، الزمالك لعب في ملعب النادي الاهلي، ما لعبش في ملعب الزمالك، المسابقه كملت بشكل مش هي اللي بدات دي، فخلاص قررنا احنا بنجنب تماما الشرطين، وفي حاله التساوي بلعب مباراه فاصله عشان يبقى فيها شكل من اشكال العداله في تحديد البطل. وفي الاخر الشروط في قرار الاتحاد وقرار مجلس قبل ما نيجي، وقرار المباراه الفاصله وقرار المجلس، مفيش طيب. ازمه اكتر من كده يعني. تمام. لدرجه ان كان في مقترح بتقاسم البطوله اصلا بين الناديين، لان البطوله مش مؤهله لحاجه. أيوة. ولا بتؤدي لحاجه ولا فيها تصعيد بعد كده، وهي اخر سنه واخر مرحله اساسا للسن ده. الاساس المواجهات المباشره، وده اللي العالم كله ماشي عليه، وده اللي كل مسابقاتنا كانت ماشيه عليه، وكل مسابقات الاتحاد ماشيه عليه. الفارق الاهداف في عدم اكتمال البطوله، لان في مواجهات مش هتتم، او في ترتيب المجموعات عشان نقول مين اللي هيطلع للادوار النهائيه. ايا كان، لا هنعتبر يا سيدي ان ليك حق، انا مش دوري ان انا احقق، اللي بيحقق خلاص في لجنه دلوقتي في الاهلي بتشوف الدراسه القانونيه، وفي اتحاد كوره هيدافع عن قراره. لكن مش ده، والله مش ده اللي قلقني. انا اللي قلقني المشهد هو انت يعني كنت يعني عارف ان في مشكله هتحصل ومجهز نفسك باغاني ومرتب نفسك من اللعيبه مش من الجماهير، وبعدين يجي يقول لك ملعب الاهلي. انت السنه اللي فاتت كسبت الاهلي برضو لما نزلت 3 من الدرجه الاولى، والاهلي خد البطوله السنه اللي فاتت، اعتقد الاهلي خدها او ما اعرفش ايه ولا لا، غالبا الاهلي اللي خد البطوله السنه اللي فاتت، وخسرت في ملعبك. يعني انت مساله الملاعب مش هي والنتيجه مش هي المهمه. وحتى الكابتن احمد مجاهد قال لك ايه، ده في تفكير انهم كانوا يتقاسموا البطوله. لان مش البطوله دي بتؤهل لايه؟ ولا حاجه. اذا خطورتها مش موجوده، ان هي لازم يتحدد. انت عارف يعني 99 بطوله منتهيه باعتبار ان السن ده مش هيكمل. خلاص. طيب المهم 2001 لانه لسه تحت السن. النهارده الاهلي خد بطوله الجمهوريه 2001. النهارده الاهلي فاز بالبطوله بعد ما تعادل مع المقاولين 0-0، خد اللقب بعد ما تصدر للمرحله الاخيره ب 19 نقطه من 8 مباريات، فاز في 6 وتعادل في مباراه وخسر مباراه.
بيدربه الكابتن سيد غريب. الزمالك لم يتأهل من الأصل لهذا الدور النهائي للبطولة في 2001، والأهلي كسب البطولة بالتعادل النهاردة مع المقاولين. ده بالنسبة ل 2001، وربما كان 2001 بطولة مكملة. هنشوف هيستيريا بقى للأهلي عشان فاز بالبطولة دي إطلاقا، ويطلعوا رؤوسه ويشتموا الناس. مش هيحصل. المسألة لن تاخد حجمها. المسألة لن تاخد حجمها، ما ينفعش، ما ينفعش. لكن كمان انه يتقال للعيبة من صغرهم كلام ما ينفعش، هتسمعوه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واحنا بنستعرض هذا المشهد الانفلاتي الشديد. من المؤكد انه اللجنة القانونية الكبيرة التي تدير نادي الزمالك وعلى رأسها مستشارين اجلاء، مؤكد لا يمكن ابدا ان يقبلوا بمثل هذا الانفلات. احنا اتفائلنا جدا بالمبادرات الطيبه والاجواء الصحيه اللي كانت بدات، وفجاه رجع الجو تاني الكهرباء من لحظه ماتش السله. مش عارف الدنيا ايه اللي في الاخر، ايه الضغوط اللي بتحصل بتخلي الامور تنفجر بالشكل ده وتاخد الوسط الرياضي في هذا الاتجاه يعني. يا ريت نرجع ناكد على وده تاكيدا لكلامك يا باشمهندس في الحالتين. طب هو في ماتش الكوره امبارح مين اللي ياخد قرار انه ده بالمواجهات المباشره ولا الاهداف؟ مش اتحاد الكوره يعني، مش النادي الاهلي مبدئيا. النادي الاهلي اكرم وفاده نادي الزمالك الشقيق وبعثته كما يجب ان يكون، ما حصلش اي تجاوز او اي خطا او اي اساءه لاي ضيف، يبقى النادي الاهلي ما يستحقش اللي حصل ده. ماتش الباسكت هو مين اللي اخذ القرار؟ ما انتوا سمعتوا مراقب المباراه بنفسه وهو بيقول ان انا اديت وقت اكتر من 50 دقيقه. لو كل يوم كمان الحقائق بتقول ان في تجاوزات جامده جدا حصلت، ان في تجاوزات حاضره، وفي مدرب للفريق مدخل جمهور عشان يبوظ الماتش، وفي اولياء امور لولاد اتقبض عليهم مقدمين مذكره، ثبت باليقين ان يعني حتى الاهلي ما اتحشرش في القرار. بالظبط، يقول لك خرجوا فلان، لا ما حصلش. وطلع الاستاذ العام الفاروق قال لهم اتحدى تثبتوا عكس هذا الكلام، احنا كنا عندكم ضروري، انتم مصورين كل حاجه. بالظبط، يعني بصوا في الحالتين اللي بياخد القرار هنا اتحاد السله، الاهلي ملوش دعوه عشان الاخ شيكابالا والذين معه. ما هو يشتموا النادي. المشكله بتيجي منين يا استاذ ابراهيم؟ انك بعد كل حدث بتدور على اللائحه اللي تخدم اللحظه. انت مالكش دعوه الدنيا بيحكمها ايه. لا، لو كان حصل كذا كنا احنا بقينا الابطال من اول مظلوميه نادي القرن لحد النهارده، مرورا بكل الاحداث. لا في كره السله لو حصل كنا بقينا. يا سيدي انت ملعبك كان ممكن يبقى فيه قرارات تانية خالص. انت ملعبك اتخذت ضد عقوبه لانك اعتديت على لعيب سموحه، والناس شافت البوكس الذي اطاحه من المحترف الاجنبي لنادي الزمالك بلاعب سموحه، والدنيا كلها عدت على خير، والعقوبه بقت على كل الانديه مش على نادي الزمالك. مفيش مخلوق ينزل الملعب، خلاص خلصت. لما تحط اللاعب فوق النادي يحصل كده بقى. انا ما اقدرش اقول لفلان اخرج، ما انت ما تقولوش، هو هيخرج لان دي مصلحتك. لا لانه بيحبك طبعا. هو مش بيحبك. هو بيرقص ليه وبيشتم ليه؟ عشان وليه ما يقولوش اخرج؟ انا مش عارف انت ده جاي منين يعني. ما يقولوش يا سيدي. ما يقولوش. عشان ده كبير قوي، هما ما بيقولوش للكبار كده. دي سياستهم. لكن انا اللي بحب الزمالك جدا، واللي بشتم الناس عشان خاطر الزمالك، واللي مقطع شراييني عشان الزمالك، لو شفت ان الزمالك هيتضر سلام عليكم باخد بعضي وامشي. وده اللي قاله الاستاذ طارق جبريل اعتقد المره اللي فاتت. قال كده. وقال انه عمل كده. ايوه. ما هو هنا المسؤوليه، لكن زي ما قلت لك لما يكون الجون اهم من النتيجه، انت خسران بس جبت جون حلو اعاير الناس بيه. ده انا بعايرهم بالبطوله، بعايرهم برتاله العالم. مازال. لا، انت كسبت ماتش في الدوري بس خسرت فرق 20 بونت، بس نكدت عليك وكسبتك. ايوه، ممكن في الامور الضيقه شريحة من الناس تزعل من دي، بس هتزعل أكتر لو راحت البطولة. هو ده المعيار اللي احنا بنتحاسب بيه احنا. وده المفروض إن أنت طول عمرك تفكر فيه، إذا كنت يعني عايز الدنيا تتطور عندك. وبعدين لما اللعيب يبقى أهم، ما أقدرش أقول له إن شاء الله يا رب أخسر البطولة،
خلاص بقى انت بتسال وبتجاوب وبتقول كل حاجه، انا مش محتاج اتكلم، بتخلص الليله خالص، انا مش محتاج اتكلم، بتخلص الليله. لكن عارفين الخطوره فين في كل ده؟ ان الكلام ده يكون بيتزرع في الناشئين الصغيرين، ده في الجمهور كمان، الجمهور هو جمهور، لكن انت متخيلين انه يبقى فيه حرص على تغذيه ناشئ بكراهيه منافس كبير؟ الكلام ده اعترف بيه الكابتن هاني العجيزي بعد ما جه للنادي الاهلي من الزمالك منذ سنوات، نفكركم بيه. انت شايف الـ بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي. بالظبط، وخلي بالك مش انا لوحدي، يعني اي حد لو مكاني هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص اقول لك حاجه، ما برضو لازم الناس تعرف ليه، اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح، انا ولا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص. هو ده، هي دي سياسه ومستمره، مش منشغل انك تحب ناديك، لا اكره الاهلي. ليه؟ لانه بياخد بطولات، ببرله. ايوه، انت هتخسر بطولات الجايه لان الاهلي. ايوه بالظبط، التحكيم يتحيز له والدوله عايزاه وتعرف لو خسرت انت ابو راسك، بتربيه على بذور الفشل. الراجل اي واحد يتربى كده تاهت ولقيناها. بالظبط، يعني ما في عنديش مشكله، لان انا هخرج لان زميل اللي بيترقى قريب المدير والمدام مش عارف بتعمل ايه، وانا لكن انا زميلي بقى بيدرس وبياخد دبلومات وبياخد كورسات وبيطور نفسه وحضوره وانصرافه والتارجت بتاعه بيحققه كل سنه. لا لا لا، ماليش دعوه. لا بس الخاصه ان في واحد من الجيل السابع قريب، واحد من الجيل التاسع في جيرانه، في جيرانهم زمان. مش معقول يا جماعه. هذا كلام لا يمكن ان انت تطلع شخصيه منتميه حقيقه الا الانتماء الظاهري اللي فيه قدر كبير من تملق الجماهير. ان انا اعمل اللي بيحبوه، ها دي بالظبط. اقول لك حاجه، دي بالظبط زي في الفن، اما انت عايز تكسب فلوس فيقول لك الشباك عايز كده، يبقى افلام الجنس والمقاولات والعري والبتاع ده هي اللي هتجيب الفلوس. ايوه، بس هتعمل ايه في الشعب؟ هتعمل ايه في المتلقي؟ هتعمل ايه في المجتمع؟ هتعمل ايه في الايمج بتاعك انت؟ هتبص تلاقي باستمرار ان في ناس تانية عماله بتعمل افلام وتطور وتحضر مهرجانات وتكسب جوائز، وانت عمال تكسب فلوس، ويا ريتك بعد شويه هتكسب فلوس. ده الناس هتنصرف عنك، لان بعد شويه الناس بتمل من النغمه دي ومن الاتجاه ده. الصح يا استاذ ابراهيم بيقود الامم، بيقود. احنا مؤسسات مطلوب منها تكسب وتعمل وتربي، بس مطلوب منها تربي. اذا ما ربتش يبقى البطولات لا قيمه لها. والله. طيب اليومين دول برضو ماشيه في الجو كلمه اصل العدل مش موجود، اصل لو لقينا العدل هناخد بطولات، اصل هو الاهلي بيكسب عشان ما فيش عدل، ويوصل الكلام. طب تعالى يعني ما نقول ايه هو ايه مظاهر غياب العدل. بطوله هيتلعبت، رئيس اتحاد الكره طلع قال لك هتولي اللوائح اللي اتبعتت للانديه، مفيش حاجه اسمها البطوله هتتحسب بفارق الاهداف كحسم للبطوله. البطوله لما تقررت تقام بالنظام الاستثنائي ده ما اتعملت لهاش شروط خاصه. الاهلي ماله؟ فين غياب العدل؟ كابتن طارق يحيى امبارح هيقول لك ايه؟ لا احنا نلعب في دوري تاني بقى، احنا نشوف لنا دوري تاني بقى. يعني امعانا في الشعور بالمظلوميه. لا يا كابتن طارق، مش كده خالص، مش كده خالص بقول لك. لانه الحقيقه انه ده لاعب اخطا لما يتقال له كابتن شوبير، يقول له طب انت كراجل مدير قطاع الناشئين ايه رايك في اللي حصل كذا، يقول له لا ما شفتهوش. ده كلام برضه نتكلم على اصل غياب العدل. طب لو شفته، طب دي تاني يوم وتالت يوم شفت. لا انا كنا كابتن شوبير اقول له طب لو المواقع دي حصلت رايك فيها ايه؟ في المبدا انت بتكلم مبدا، انا انما هو بيتكلم في امام عاشور.
انت بتتكلم وتملي يختزل يقول لك شيكابالا معاه اربع خمس لعيبه يا اخوانا. امام عاشور معاه ست سبع لعيبه واداريين. هو 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 في هو ده يعني زي ما قلت لك ثقافه عامه والناس جايه تعمل حاجه. واللي يغيظك بقى انه نفضل نسمع نفس المظلوميه حتى ما يتعلق بحقوق الرعايه والفلوس. اهي دراسات وارقام وحقوق واموال ومستحقات لكن يتقال فيها اصله ما فيهاش عدل. ويوصل الامر انه كابتن ميثم عادل مدرب وراجل فني ولاعب دولي ومحلل وناقد عراقي في استوديو قناة عجمان استفز من هذا الاتهام بحتة أصل المسابقة المصرية ما فيهاش عدل فيما يتعلق بحقوق الرعاية. نشوف الكابتن ميثم عادل. حتى البنوك وشركات الاتصالات تقول كلنا معك يا أهلي دون النظر لأي منافس. الأهرام المصرية دائما ما تضع العراقيل بوجه الزمالك الزمالك عكس الأهلي. شوف عبد الله، عقود الرعاية والاستثمار لا تخضع للعواطف لأنها فلوس، مسألة فلوس، وبالتالي هناك تخضع للتقييم والإحصاءات والأرقام. اليوم ليس ذنب الأهلي، ليس ذنب الأهلي عندما يكون من ضمن 10 أندية شعبية في العالم، هذا ليس ذنب الأهلي. هذا مو كلامي، هذا كلام ثلاث شركات للتسويق والإحصاءات اللي هي إبسوس، اللي هي نيلسون سبورت، واللي بليند فاير. هذه الشركات أي شركة راعية اليوم عندما تجي تتعاقد مع نادي الأهلي أو الزمالك تذهب إلى هذه الشركات لتعمل إحصاءات حول قيمة هذا النادي. طبعا قيمة النادي ليس فقط بالإنجازات، يعني ليس معيار قيمة النادي هو أنه يحصل على البطولات، لا. يعني مثلا ريال مدريد وبرشلونة إذا ما حصل على البطولات مثل الحين، مثل الآن موجود أنه ما حصل على بطولة أوروبا أو ما حصل على هاي، هذا لا يقلل من قيمة البراند مالهم، يعني تبقى علامتهم التجارية هي الأقوى في العالم. اليوم هاي الشركات إبسوس اللي ذكرتها، إبسوس ونيلسون سبورت وبليند فاير، هذه وضعت معايير لأفضل الأندية العالمية. اليوم هناك 80 مليون مشجع في العالم يشجع الأهلي. هذا مو كلامي، هذا كلام ركان الحرفي اللي هو رئيس صلة، رئيس شركة صلة اللي كانت متعاقدة مع النادي الأهلي. أنت عرفت ولا لا؟ هناك 40 مليون من 50 مليون شجع الأهلي. اليوم إدارة الاستثمار والتسويق في الأهلي متفوقة على الزمالك، بدليل برزنتيشن اليوم الشركة الراعية لفريق الأهلي والزمالك والاتحاد عندما أجت تتعامل مع الأهلي بأنه تتعامل مع القمصان وتتعامل مع تسويق اللاعبين، ولكن النادي الأهلي يعزل أسوار النادي ويعزل البث الرياضي، يعزل البث التلفزيوني، بينما الزمالك يعطي الجمل بما حمل. انت بيت تروح وترجع وتدافع عن الاهلي؟ لا، لا اتكلم بالارقام. عندك الارقام. انت تقول الان انت شو قلت الان؟ شو قلت لك؟ رئيس نادي الاهلي، رئيس نادي الاهلي زين، هو رئيس محمود الخطيب شو منصبه خارج النادي؟ يا اخي شو هذا كان يشتغل نائب لحسن حمدي في فتره من الفترات، حسن في وكاله الاهرام في من 2002 الى 2014. اليوم حسن عبد المنصف هو وكيل. مش رئيس نادي الزمالك مرسي عطا الله ما كان في وكاله الاهرام؟ ليش اليوم صله لما دخلت مع وكاله الاهرام، صله بوجود ركان الحارثي رئيس الشركه عندما دخلوا في مناقصه فازوا، ما فازت وكاله الاهرام، فازوا صله بان يضعون علاماتهم وشعاراتهم على قمصان الاهلي. طيب زين، فاذا الموضوع هو كله خاضع لمعايير معينه. هذا يشوف تدليس وتضليل للشارع. قبل ما تروح للاحصاءات اللي هتقراها عشان تؤكد على الكلام اللي انا باذن الله هقوله، يا جماعه التسويق عمليه تجاريه بحته لا تخضع للعواطف. التسويق في حاجه اسمها بير هيد، انا بعمل الاعلان. طيب انا داخل على رمضان، اديك مثلا، انا لما بروح اعمل اعلان عن فيلم او بتاع يوم يقول لي اديني المسلسل الفلاني لاني ده اعلى مشاهده وفي الوقت الفلاني لاني ده اعلى وقت للمشاهده. طيب يبقى طالما ان ده اعلى مشاهده واعلى وقت المشاهده يبقى الدقيقه فيه اغلى وقت المشاهده، بتتحسب ليه؟ اكبر عدد من الناس قاعدين يتفرجوا على المسلسل ده بالذات في التوقيت ده بالذات، يبقى ادفع كده يا حبيبي ثمن الدقيقه دي. ما جيش المسلسل الثاني يقول لك اشمعنى انا، او يجي برنامج ثاني يقول لك اشمعنى انا، ما بتدينيش نفس السعر ليه؟ لان انت عدد اللي هيتفرجوا عليك ويرتبطوا بيك اقل من
هو ده التقييم بير هيد بعدد الراس، يعني عدد الناس اللي هتقعد قدام الشاشات او في الملاعب تتفرج عليك. طيب النادي الاهلي راح او الاهرام راحت للنادي الاهلي واصرت عليها، لكن الاهرام في وجود حسن حمدي خسرت البيدنج مرتين. خسرته مرتين في وجوده كرئيس للنادي الاهلي. ليه؟ لان في مؤسسات اخرى تنبهت وجات لك برزنتيشن خدت وصلها خد وكلها بمبالغ اعلى من الاهرام، اعلى من الاهرام بكتير ب 250 الف جنيه. يفضلوا يزيدوا 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 لما تيجي لحظه لو انا عملت اكتر من كده هخش في مخاطره. يبقى اذا لو انا في وده اللي كان بيحصل مع الاهرام قبل كده، لو شلت الاهرام وخدت الشركه اللي بعديه هتبقى اقل منه ب 250 الف. طيب ما هو التقييم هنا مش عند الاهرام لوحده، ده كل الشركات اللي داخله شايفه الاهلي في الحدود دي. يعني ما بتتكلم على 250 الف جنيه من نص مليار، من نص مليار ها اظن يعني اقل من 2% يعني 2.5%. فانت المساله الكلام للوكلوك هو حتى بالنسبه للاهرام يا جماعه ما كابتن حسن اتفضل هكمل لك لسه. طب كابتن حسن بقى له اكتر من 10 11 سنه بره الاهرام وبره الاهلي يجي 8 9 سنين اي 8 سنين. طيب ما زال الاهلي بياخد ده بالعكس بقى، ده الكابتن حسن حمدي من حيائه وحرصه على المصلحه كان بيحاول يعمل نظام داخل اتحاد الكره وفي اللجنه ان كل الانديه تستفيد، فكان ملزم الاهلي بنسبه كان التسويق جماعي. ايوه احسن خدمه تفتكروا مين اللي خدمها للاهلي؟ الاستاذ مرتضى منصور. لما بقى رئيس اللجنه قال لك كل واحد خدم الاهلي احسن خدمه طبعا لانك قال التسويق الفردي. ايوه اللي الاهلي بيتمناه كل واحد ينزل السوق. طيب في التسويق الفردي ايه بقى؟ كل واحد والقيمه السوقيه بتاعته في السوق. هنا ما فيهاش اشمعنى، ما فيش محلين جنب بعض، محل عنده بضائع ومحل عنده بضائع تانية، لكن الناس شايفه الجوده هنا اعلى بتروح تشتري من هنا، خلاص ده سوق، دي اليه. فاللي يقعد يقول لك اصل وكمان الاستاذ مرتضى ما كان له تجربه لما اتضايق من الاهرام وقال لي انت مش بتعاملني ماديا زي الاهلي في فقال لك يبيع لوحده. انا راح لاغي الاتفاق مع الاهرام ما عرفش ياخد اللي كان بياخده من الاهرام ورجع تاني فاضطر يرجع للاهرام. وبعدين برضه حتى بالنسبه للاهرام يا جماعه كان الكابتن حسن مدير عام وكاله الاهرام للاعلان، والاستاذ مرسي عطله رئيس نادي الزمالك رئيس مجلس اداره الاهرام كان رئيس المؤسستين برضه. يعني انتوا متخيلين الناس ما هي دي عامله زي ايه؟ اخر سنتين رئيس اتحاد الكره الاستاذ عمرو الجنايني. اخر سنتين اخي اخر بطولتين الاهلي خدهم اخر 100 سنه لا اخر بطولتين الاهلي خدهم في الدوري رئيس اتحاد الكره الاستاذ عمرو الجنايني اللي هو اشد زملكاوي على سطح الارض. ويتقال اصل الاهلي بيتجامل من عمرو الجنايني. طب هو كانت جامل من المشير عامر ولا كانت جامل من حيدر باشا؟ من حيدر باشا ولا كانت جامل من حلمي زموره ولا كانت جامل من حسن عامر ولا كانت جامل من نور الدالي ولا من حسن عبدون ولا الكابتن حماده امام ولا الكابتن نور الدالي؟ كل دول قيادات زملكاويه كان منهم ناس بترأس نادي الزمالك واتحاد الكره في ان واحد والاهلي ياخد البطوله. 95% من بطولات الاهلي في الدوري الممتاز كانت في عهد رؤساء اتحاد كره زملكاويه صرف. وحاولوا الحقيقه بسم الله ما شاء الله. فاكر انت الواقعه بتاعت الكابتن زاموره كحامل رايه لما في مباراه الترامب لما الغى القرار بعد الماتش؟ بالظبط الغى القرار بعد الماتش قرار الحكم صحيح. لكن تاكيدا او تدليلا على الكلام اللي قاله المهندس عدلي واللي الكابتن ميثم عادل استند اليه، ما هي دي شركات يا جماعه، هي بصيره. لما بعد ما تقول برضه هعلق تعليق اخير، يعني مركز بصيره لاعداد الراي العام بحوث الراي العام وده احد المراكز المعتمده من مجلس الوزراء، لما عمل دراسه وقال انه 72% من المصريين اهلاويه و21% بيشجعوا الزمالك والفئات الاكبر سنا الاكثر تشجيعا للنادي الابيض و19% من المواطنين شافوا كاس العالم وهكذا، لما مركز بصيره يقول 72% من المصريين اهلاويه، ده مركز رسمي مش النادي الاهلي اللي قاله. فلما يجي اي حد يتكلم على
حجم الرعايه للنادي الاهلي او ميثم عادل يتكلم، هو بيتكلم بارقام. لما شركه صله السعوديه تيجي تاخد حقوق رعايه النادي الاهلي، شركه صله السعوديه بالسعودية. جايه من السعوديه، وانا اعرف قياداتها زملكاويه، واخد بالك؟ وحتى بتوع الملابس اللي جم خدوا النادي الاهلي زملكاويه يعني، واخد بالك؟ اقول لك اساميهم بعد بتاع اما جت عملت ايه؟ جابت شركه، جابت ابسوس ونيلسون سبورت وبلند فاير، ثلاث شركات اجنبيه تعمل دراسه للسوق المصري عشان الرياضي، عشان يدوا الاهلي كام او يدوا الثلاث شركات الاجنبيه بحوثهم في مصر. قالوا لهم يا جماعه ياخدوا الاهلي ولا ما ياخدوهوش؟ مصر فيها 50 مليون واحد مهتمين بكره القدم، ال 50 مليون واحد دول فيهم 40 مليون اهلاوي. دي ثلاث شركات 80% دي ثلاث شركات اجنبيه فخدت الاهلي لوكاله سعوديه، فخدت الاهلي بالرقم اللي هي. طب اقول لك حاجه، طب مشيت صله بالواقع اللي انتوا فاكرينها، كانت النتيجه ايه؟ برزنتيشن خدت النادي الاهلي بقيمه اعلى، وده كان مجلس اداره النادي الاهلي. انا كنت عايز اشرح دي يا استاذ ابراهيم، اتفضل. مين اللي كان نازل قدام صله؟ برزنتيشن والاهرام. الاهرام اللي عايز يعمل الاهلي. فتفوقت على الاثنين. لما حصل المشكله وانسحبت صله، كان في تصور الاهلي هينهار بقى، صله انسحبت. حصل البيدنج بين الاهرام وبرزنتيشن. فكانت النتيجه ان برزنتيشن خدت الاهلي بقيمه اكبر من اللي كانت واخدها صله. ايوه. بحوالي 50 مليون. ايوه. ده معناه ايه؟ معناه ان الناس بتشتغل على قيمه حقيقيه تسويقيه، مش ما فيش ريحه المجامله. طيب برزنتيشن، من القيادات المهمه في برزنتيشن عمرو وهبي، احد والده احد مؤسسي نادي الزمالك وزملكاوي 100 100، الله ينور. والاستاذ عمرو خفاجي صاحب نظريه ان ما قدرناش نقاوم الاهلي، نقاوم الزمالك هنوقع الاهلي، واخد بالك؟ ورغم كده الاثنين لما اشتغلوا شغل المحترفين اختاروا الاهلي ياخد اكتر، اختاروا الاهلي لان المصلحه كده، مش هيقدر يجامل مهما كانت عواطفه. اكتر اثنين في مصر هم معاهم الاستاذ عمرو الجنايني والاستاذ ممدوح عباس، ادي الاربعه دول، الاربعه دول لو بايدهم ياخدوا الزمالك ويدوا له اعلى حاجه في الدنيا. مش عارفين، لان دي اسس اقتصاديه مش مزاجيه، لا عند حسن حمدي ولا عند عمرو وهبي ولا عند عدل القيع ولا عند اي حد، دي اسس، يا تعمل كده يا تخسر. فاعتقد نقفل الملف ده بقى ونطلع لفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ادينا شايفين في ظل ضغط المباريات البطولات متداخله، بتقف شويه من الدوري تكمل في افريقيا، فيدخل عليك تتقاطع مع كاس مصر عشان الاهلي يلعب ان شاء الله يوم الاربعاء مع فريق النصر في كاس مصر. بواليا بيشارك في التدريبات الجماعيه وناصر ماهر بيتعافى من نزله برد، لكن خدوا بالكم الفتره الجايه هتلاقي الاصابات ولغزها وسببها، عشان ما حدش لا يقول لا الجهاز الطبي ولا الجهاز الفني ولا الجهاز الاداري ولا ما اعرفش ايه. هذا جدول غير ادمي، غير ادمي بجد. لو عرض على اي نظام كوره في العالم مش ممكن في مدرب هيتحمل الكلام ده يا باشمهندس. انت متخيل انه الاهلي هيلعب 12 مباراه في 43 يوم، يعني بالظبط كل 3 ايام وكام ساعه مباراه على بشكل مضغوط لمده 43 يوم في اليوم الثالث. مش 3 ايام يعني، في اليوم الثالث على طول. الاهلي هيلعب يوم 14 ابريل مع النصر في الكاس، يوم 18 مع الزمالك في الدوري، يوم 21 ابريل مع سموحه، يوم 24 ابريل مع انبي، يعني 21 و24، 24 27 مع المصري، 27 يبقى 30 مع الجونه، 3 مايو مع المحله، 6 مايو مع الاتحاد، 10 مايو مع الزمالك تاني، 15 مايو دور الثمانيه الافريقي، 21 مايو دور العوده في افريقيا، 27 مايو الاهلي ونهضه مركان في السوبر الافريقي. متخيلين ال 43 يوم فيهم كاس مصر ودوري ودوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي، اربع بطولات. بص يا استاذ ابراهيم، دي بتجاوب على سؤال محير الناس كلها، او سؤالين: ثبات المستوى، التذبذب الفردي والجماعي طبعا
ما هو الفرد لما يتذبذب الاداء الجماعي طبعا تذبذب المستوى مش على نفس الوتيره وكثره الاصابات. تاني انا قلت قبل كده مانويل جوسيه لما كنا بنلعب في كاس العالم للانديه وجينا سنتين ورا بعض ورحنا وما فيش قال كده في لجنه الكوره توقعوا اصابات كثيره الموسم القادم. ما فيش لعيب في العالم ما ياخدش راحه. والراحه استاذ ابراهيم مش راحه جسديه وبس. هو انت ليه في الراحه بتقول للعيب راحه سلبيه مالكش دعوه بكره القدم؟ عوم، اصطاد، العب فولي على البحر، اعمل اوعى تلعب كره قدم، ما تبصش عليها. لان لازم تغسل التحديات اللي جواك في كره القدم وتطلع من المناخ ده وتبتدي تشحن بطارياتك ويبقى عندك نهم وجوع تاني لكره القدم. فتقدر تؤدي لكن ورا بعض. وانا لسه كنت بقول لك من بعد ما رجعنا من كاس العالم الانديه انا خايف من الفتره اللي جايه مش هلاقي فيها المستوى اللي احنا عايزينه. لا اللعيبه مش انا بتهيألي مش بتفك شنطها، اللعيبه مجهزه الشنطه على طول سواء رايحه معسكر او سواء مسافره بره مصر او راجعه من سفريه او راجعه من بطوله وكله مطالب انه تحدي اداء نتيجه ظروف مضغوطه توتر. طب اقول لك حاجه، ما تسال حد وسالنا الدكتور فاروق عبد الوهاب وقال لك ده خطر جدا. انت عارف الاثاره بتيجي من تدفق الادرينالين في الدم، هرمون الادرينالين، فيعمل لك هذا التوتر اللي بيعتبره ان ده بيسبب متعه كره القدم انك تعيش حاله الصراع والتوتر. ما هو انت لو كمان عايش بادرينالين على طول مرتفع لازم هيبقى فيه حاله صحيه مش كويسه، لازم عضلاتك هتبقى عرضه للاصابه. السبب علمي، ما عندكش وقت للتعافي، بتضطر ساعات اللعيبه ترجع بحماسها الشخصي و يعني عشب انك انت ممكن يكون الموضوع عدى، وخصوصا الاصابات العضليه. يمكن اصابات العظم بتبقى محدده قوي لكن الاصابات العضليه دايما خادعه يا استاذ ابراهيم. الجدول ده هيؤدي الى مزيد من الاصابات، ولولا ان عندك ناشئين كويسين ولولا ان عندك قائمه قويه وبدلاء متكافئين في تكافؤ. انت في مراكز زي الناحيه الشمال بيغيب الاساس والبديل والبديل والدنيا ماشي وعندك ماشي والدنيا ماشي الحمد لله، مش ماشيه بنفس الزهق لكن ماشيه ماشيه انك انت احسن الموجود، ماشيه ان انت اقوى هجوم محليا وافريقيا، ماشيه انت اقوى دفاع محليا ودوليا او اقليميا. انا بقول الكلام ده عشان سيب النقد بقى القاسي مش منك يا جمهور الاهلي، مش مستحمله، لان ده كمان بيزود التوتر وبيزود الهموم وبيؤدي الى نوع من البلده، لان كده كده مش نافع مهما عملنا مفيش فايده. فتجد بعد شويه الانسان يجي له احباط، مش عايزين احنا نكون احد اسباب هذا الاحباط. طيب نشوف راي صاحب القرار بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، رايه في ضغط الماتشات وتاثيرها ايه؟ كويس انت تختم الدوري المجموعات او دور المجموعات بفوز، ما كانتش هتاثر في الترتيب زي ما احنا عارفين من قبلها، لكن كان مهم لها اهداف ثانيه يعني مشاركه بعض اللعيبه، يعني برضو ان انت تختم بفوز. دوري المجموعات او دور المجموعات بيبقى زي الدوري كده شويه تجميع نقاط، بيبقى له هدف اساسي اللي هو الصعود، وبعد كده بقى بنستنى القرعه. يعني ان شاء الله الرحمن يبقى اللي جاي افضل بكتير، بعد ما هيرجع لنا مجموعه من اللعيبه في الادوار اللي جايه ان شاء الله. احنا متاثرين طبعا في عدد كبير من اللعيبه مش موجود في معانا في الفتره الحاليه، اخرهم طبعا يعني يمكن محمد هاني امبارح كمان وخروجه من المعسكر، وياسر ابراهيم، وقبلهم مجموعه من اللعيبه يعني، لكن ان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى افضل باذن الله. النهارده اجاي حاسس بحاجه، بنعمل اشعه دلوقتي وان شاء الله الرحمن تبقى الدنيا كويسه باذن الله. سيد الفترة اللي جاية في ثلاث ماتشات، عندنا مباراة النصر في كأس مصر، عندنا مباراة الزمالك، وعندنا غيابات، شايف الأمر ده إزاي؟ أنا مش فاهمها الصراحة برضو يعني لحد دلوقتي، يعني ضغطة المباراة أنا يعني
ما اعرفش هل احنا مش متابعين بشكل كويس قوي ولا حاجه للدوريات اللي في العالم كله. اللي اعرفه ان انت ممكن تلعب اربع ايام وبعدين تلعب بعد على راس اليوم الرابع وبعدين تلعب على راس اليوم الثالث هكذا يعني تلعب رابع يوم وبعدين الماتش اللي بعده يبقى ثالث يوم مثلا وبعدين رابع يوم وبعدين ثالث يوم. لك ان تتخيل ان انا هلعب يوم 14 وبعد كده 18 مع الزمالك 14 مع النصر وبعدين 18 مع الزمالك وبعدين 21 مع سموحه وبعدين 24 مع انبي وبعدين 27 مع الجونه وبعدين 30 مع المصري وبعدين 3 مع او المصري 27 وبعدين الجونه 30 وبعدين 3 مع المحله وبعدين 6 مع الاتحاد. مش ممكن يعني مش ممكن ما شفتهاش في العالم ابدا ان في فرقه تلعب على راس اليوم الثالث 7 مباريات. يعني احنا قلنا نفس الكلام اللي قاله كابتن سيد دلوقتي واستعرضنا هذا الكلام مش عايزين نعيد بقى. طب يعني المساله صعبه بجد وعشان كده هتلاقي المستشفى دايما فاتحه ابواب. الحل ايه؟ انه لازم يكون عندنا نظام كره منضبط شويه. ازاي؟ محتاجه كلام كتير جدا. لكن عايز اقول لكم انه مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه الاخير برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر اقامه حفل تكريم يوم 15 رمضان للمستشار محمود فهمي المستشار القانوني لمجلس الاداره تكريما له على حجم عطائه وخدمته للنادي لاكثر من نصف قرن. عطاء طويل للمستشار محمود فهمي يا باشمهندس. طبعا واحد من عظماء الاهلي يعني. وقرر المجلس الموافقة على توفير خدمات وأنشطة لأبناء الأهلي من ذوي الهمم في مجالات اكتشاف وتنمية المواهب وتأهيل المهارات الحياتية بالتعاون مع العديد من المتخصصين في هذه المجالات، والموافقة على شراء أجهزة تدريب متخصصة للمساهمة في رفع الكفاءة الفنية لقطاع الناشئين. وبقى لأبناء كفر الشيخ، الأهلي بيوافق على إنشاء أكاديمية للأهلي في كرة السلة بكفر الشيخ بالتعاون مع منطقة كفر الشيخ، وايضا انشاء اكاديميه للاهلي في كره السله والطايره واليد والعاب القوى مع مركز شباب حلوان. وده للمزيد من التواصل بين النادي الاهلي ومختلف المحافظات والاقاليم. هنطلع لفاصل اخير وبعده نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. والكلام موصول عن حجم الشعبيه وتاثيرها على القيم السوقيه للانديه، حتى اهتمامات الفنانين كمان بتبقى مهمه جدا عند الجماهير. الفنان فتوح احمد كان تحدث كذا ملكاوي عن انتماءات الفنانين الكبار. نشوف مين الفنانين اللي دلوقتي الزملكاويه الجامدين جدا ونتدارك ايضا الاهلاويه. احنا في الهلال الحلميه مثلا العمده ده اهلاوي مرعب، صلاح السعداني طبعا يا خبر ابيض ده مقيم في النادي الاهلي وابنه احمد السعداني اهلاوي فظيع وهو يعني من عشاق احمد ده اهلاوي رهيب يعني غير عادي غير عادي لا مرحله خطر يعني حسن يوسف كنا في الهلال الحلميه حسن يوسف زملكاوي رهيب محمود عبد العزيز وكده وفاروق فيشاوي اهلاوي انا عارف فاروق اهلاوي محمود عزيز ما كانش بيحب الكوره قوي اعتقد لا مش قوي مالوش في لا لا. في مجال الكوره محمود ياسين اهلاوي محمود ياسين اهلاوي عادل امام اهلاوي لا هو بيقولش لا بجد والله لا مش اهلاوي لا عادل امام زملكاوي لا والله والله اكتر من حد ياكد لي ده مع ان هو بيعلن يعني هو ما هو كتير قوي الزملكاوي ما بيقولوش انهم زملكاوي يا خالد قعدت عندك في النقاد الرياضيين والاعلاميين ما بيقولوش رعب قديم يا بيه رعب قديم يتقطع عيشك تقعد في البيت تعمل بتاع مع انها عادي يعني برضو الراجل شايف انه حجم شعبيه الاهلي كبيره فقال ايه الفنان اللي بيخفي انتمائه ما يقولش ان هو زملكاوي عشان خايف على قطع عيشه ما هو شوف هم يقعدوا يقولوا لك احنا اكتر لحد ما تيجي لحظه يقول لك اصل الدوله عايزه تنايب الشعب مبسوط الشعب وهو يقول لك عشان اكل عيشه يعني المتلقي طيب هو فتوح احمد يعني تحدث باسم الزعيم عادل امام طب ما نسمع الفنان عادل امام نفسه ويتكلم ايوه احنا عارفين انك زعيم الاهلاويه كيف ترى النادي الاهلي في بطوله الدوري هذا الموسم؟ الكوره كلها مش ما فيش كوره من غير جمهور اول مره امسك من 20 سنه مثلا بس والله تمام يا ريس يعني المسكه اهي يا
بس انت زمان كنت بتلعب يا استاذ؟ ده انا كنت لعيب كبير، كنت بغلب عبد القعر مدير النادي الاهلي. والله؟ تلعبوا تقعدوا بينج بونج فتره. هنتفضح. كان بيغلبك؟ كان بيغلبك بس مش يعني ما فيش حاجه مطلقة. ولا كنت بتتغلب له؟ لا انا هو كان حد وقت عادل امام ما تتغلب له ليه؟ كان زميلك في الكليه. أيوة. واخد بالك؟ ما كانش لكن حاجه لا بس. هو كان غاوي تمثيل وكان من الشخصيات اللطيفه جدا، وكان يجي يلعب يلاقيني بلعب يقول لي تعالى، يعني اذا لعبنا 10 ماتشات يكسبني 7. يعني لا كان بيلعب كويس طبعا، كان اهلاوي جدا. وهو في الكليه ما كانتش واضحه ميول، ما كانش شاغل دماغه، لكن ممكن يقعد يناكب فيا انا وصلاح السعداني. بس جه صور فيلم في النادي الاهلي وجه معانا ماتش ورجع قال لي يا عم ده الميتين طالعين يقولوا اهلي اهلي، وراجع من التراب كده. وبعدين ارتبط الكابتن صالح وتعلق بكره القدم جدا وظهرت اهلاويته بجد، يعني تفاعل اصبح جدا، اصبح من الناس اللي لا ما يعني منتمين بقوه للنادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا استاذ عادل. ده كان خلاصه حديثنا عن حجم الشعبيه والانتماء مع القيم السوقيه عامه في الرياضه. ونروح مع مسك الختام و الشموع الحمراء. سيبكم من عيل صغير يتجاوز او ينفلت، الكلام دلوقتي في حجم رموز وقيم. انت في حضرة النادي الاهلي واحد رؤسائه محمد محمود باشا. محمد محمود باشا رئيس شرف النادي الاهلي، أحد الشخصيات السياسية البارزة التي حفرت لنفسها مكانة مميزة في الذاكرة الوطنية، ووصفه الإنجليز بالسياسي الجنتلمان. من مواليد 4 أبريل عام 1877 في مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط لأسرة عريقة، حيث ينحدر الجد من أصل عربي ينتهي نسبه لقبيلة بني سليم بالحجاز، ووالده محمود سليمان صاحب سطوة ومكانة سياسية عظيمة، لدرجة أن الإنجليز عرضوا عليه عرش مصر عقب وفاة السلطان حسين كامل، إلا أنه رفض هذا العرض لأنه جاء عن رغبة إنجليزية. نال محمد محمود الشهادة الابتدائية من مدرسة أسيوط، والتحق بعد ذلك بالمدرسة التوفيقية بالقاهرة، وقد أتم دراسته بها، ثم أرسله والده إلى إنجلترا حيث درس بجامعة أكسفورد، وحصل على الدرجة الثانية في التاريخ أو دبلوم علم التاريخ الحديث، ويعد أول مصري يتخرج في جامعة أكسفورد. كان أول من أطلق فكرة تأليف وفد في عام 1918 للمطالبة بحق مصر في تقرير مصيرها، قبل أن يتم اعتقاله مع سعد زغلول وحمد الباسل وإسماعيل صدقي ويتم نفيهم إلى مالطا. تولى نظارة المواصلات ثم وزارة المالية مرتين، فرئيس لمجلس الوزراء لأربع دورات. عرف بنزاهته حيث رفض صرف شيك بوصفه عضو في مجلس إدارة ترام الرمل، حيث كان يشغل في هذا الوقت منصب وزير المالية لأنه لم يحضر جلسة واحدة من جلساته. وعندما مرض بشدة وامتنع عن الذهاب لمجلس النواب وأراد أن يستقيل من المجلس لأنه كان يتقاضى راتبه وهو لم يدخله منذ 10 أشهر، إلا أن ابنه أقنعه بالبقاء فوافق على البقاء بشرط التبرع بالراتب للجمعيات الخيرية. كان دولة محمد محمود باشا من المساهمين في إنشاء النادي الأهلي، وانتخبته الجمعية العمومية المنعقدة في 30 نوفمبر عام 1928 رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. كما كان منزله مقر لقاءات شعرية وندوات كان من أشهر الحاضرين فيها كامل الشناوي وحافظ إبراهيم ومحمود حسن إسماعيل. بعد وزارته الأخيرة ترأس المعارضة في مجلس النواب حتى توفي في يناير عام 1941، ليسدل الستار على أحد الرموز التي أثرت الحياة السياسية في مصر.
محمود باشا وهو يعني ادي احنا شفنا ترأس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس شرف. رئيس شرف واحد المساهمين في التأسيس. واحد مساهمين في إنشائه. كان الوفد والأحراد الدستوريين الحزب الآخر المعارض للوفد، وعشان كده هو كان زعيم المعارضة في البرلمان. فهو كان رئيس الأحرار الدستوريين، وكان أبويا أحرار دستوريين. ده سبب تسمية اسمك مركب؟ ده أنا حكيتها قبل كده. وجدي أبو والدتي كان من أقطاب الوفد. فكانت المشكلة لازم ما بقاش اسمي محمد محمود ولا عدلي يكي، فسموني محمد يعني عدلي. ضربوا الاثنين. عملوا ائتلاف. لكن أنا عايز أتكلم عن الراجل ده، لأنه الحقيقة أنه من أنظف الشخصيات. وهو الآية يعني، والله يا جماعة لما الأهل يتبين على الشخصيات دي لازم يكمل كده. الأساس صح قوي. أبوه بيرفض عرش مصر علشان الإنجليز اللي رشحوه. ما ريلش بقى على فتعرف ان رموز الاهلي عظيمة ازاي. لا اعتدوا بنفسهم طول عمرهم. ليه ليه ما فيش حاجة تخليهم يعني يلهسوا وراء اي منصب. كمان لما يجي يقولك وهو في البرلمان عايز يمشي او ما ياخدش الرتيب ويتبرع بيه لانه ما بيروحش، هي دي النزاهة مع النفس. انت عايز ايه؟ عايز تتملق الناس والجماهير، ولا عايز تعيش مع نفسك تبص في المرايه تقول لا ده انا راجل، انا عندي قيم، انا محترم، انا بمثل سواء حزب محترم او وزاره محترمه، هو كرئيس وزراء برضه مده طويله دورة. او نادي محترم جدا جدا جدا. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس، وكل سنة وانت طيبين. رمضان كريم، وربنا يعيد عليك وعلى مصر الغالية هذه الأيام الطيبة المباركة بكل خير وسعادة إن شاء الله. دمتم للأهل دائما، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.